أهلا بيكو. في الفيديو ده إحنا هنكمل كلامنا عن المحاضرات كوسيلة لتوصيل المعلومات. في المحاضرات اللي أو في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن إيه المعلومات اللي أنت محتاج تعرفها عن الأودينس بتوعك، وإزاي تستعد للمحاضرة، وبعدين اتكلمنا على إزاي تعد سوري ازاي انت تجهز نفسك قبل المحاضرة، وبعدين اتكلمنا على ازاي نعد المادة التعليمية اللي هنقدمها من ناحية البرزنتيشنز والفيديوز والجرافيكس وكده. دلوقتي خلاص انت جاهز تخش المحاضرة، عايزين نروح بقى ونتكلم على تبتدي المحاضرة ازاي. أول حاجة تبتدي بيها المحاضرة دايما هي إنك تقدم نفسك. تقدم نفسك، اسمك إيه؟ وأنت مين؟ طبعا من ضمن الحاجات المهمة اللي تقدمها برضو إيه خلفيتك؟ إيه اللي أنت بيخليك عندك الحق إن أنت تقف تتكلم قدامه؟ إيه خبراتك؟ إيه الكورسات اللي درستها قبل كده؟ إيه الحاجات اللي أنت درستها؟ اشتغلت فين؟ كل دي حاجات بتأثر على المستمع نفسه، بتخليه اكثر استعدادا ان هو يسمع لك. لو انت غريب عنه هيسمع لك ليه؟ ما يعرفش مين اللي قدامه ده، ما يعرفش ايه خلفيته، ما يعرفش هو جاي منين. مش هيبقى مهتم قوي، لان ناس كتير بتتكلم قدامك، مش كلهم بتسمع لهم، مش كلهم بتوصل لهم كفاية. لما بتقدم نفسك انت بتقدم نفسك مع سوري بتقدم نفسك مع ايه المؤهلات اللي بتخليك تستحق ان الناس دي تقعد وتسمع لك. برضو من ضمن الحاجات المؤهلات احنا لسه قايلين، لان ده بيبني اللي بنسميه الكريديبيليتي، مصداقيتك عندهم ايه. انت الناس النهارده بتسمع كتير، وياما محللين استراتيجيين بيتكلموا في التلفزيون وبيتكلموا على الانترنت، بقى الكلام كتير 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 كتير. ايه اللي يخلي انت لك وزنك؟ ايه اللي يخلي لك قيمه؟ الكريديبيليتي. انت بتحاول تبني الكريديبيليتي دي علشان الناس تديك اهتمام اكتر. حاجة تانية مهمة مع موضوع الكريديبيليتي، موضوع ان طبيعة الانسان، وده اللي قاله لنا بقى علماء النفس، قالك انت بطبعك لما بتقابل انسان جديد انت بتبقى محرص منه، حاطط بينك وبينه حواجز، مش عايز اقول خايف منه، بس في كده حاجة جواك بتخلي بالك ده بني ادم غريب، بدام غريب يبقى خلي بالك ممكن يكون يأذيك، يعمل لك حاجة مش كويسة. فأنت لما بتقدم نفسك بتبتدي تتغير الصورة دي من بني آدم غريب لبني آدم له اسم، ده بني آدم، وبعدين بني آدم له تاريخ وخلفية اللي بتبني بيها الكريديبيليتي. ده كله بيمهد لأن الناس تستعد أكتر بأنها تشيل الحواجز اللي بينها وبينك، الحواجز اللي هي ممكن تخليها ما تسمع لكش كويس وما تنتبهش ليك كويس، وبالتالي هتنتبه لك أحسن وهتبقى مركزة معاك في الكلام اللي انت بتقول. برضو من ضمن الحاجات اللي بتساعد موضوع ان انت تظهر، اولا تستخدم الأساليب اللي فيها لباقة. عارفين الكيس والفطن، ان انت تحاول تدرك الناس فيها ايه، وتتجنب قدر الامكان الحاجات اللي ممكن تضايقها. مش بس كده، انت زود من استخدام الحاجات اللي ممكن تبسطهم. اوكي، حاجات فيها مجاملات. ابسط حاجه، انا متشكر جدا ان انتوا موجودين معايا النهارده في المكان ده، وان انتوا جايين تحضروا معايا الكورس الفلاني، ده شرف كبير ليا وسعاده كبيره ليا، و و و و كده. انت برضو بتحاول ايه، تجتذب الناس ليك اكتر، بتحاول تقربهم من قلبك اكتر، وتقرب انت من قلبهم اكتر واكتر. تيجي الخطوه اللي بعديها بقى، طيب انتوا مين؟
طبعا مش كل الاوقات انت بيبقى عندك فرصة ان انت تتعرف عليهم واحد واحد، وتتعرف على ايه خلفيتهم واساميهم وشغلهم والكلام ده كله. وان كان ده ممكن في الحالات الاعداد القليلة، بتشتغل فين، طب ايه بشغلك تحديدا، طب دراستك خلفيتها ايه، طب مش عارف ايه، ده بيبقى بيساعد برضو ان البني ادم اللي قدامك لما بيقدم نفسه، البني ادم اللي قدامك من نفسه برضو بيبتدي يحس ان هو بقى له كيان قدامك يستريح لك، ويبتدي انت كمان لما تسمع الكلام ده منه هتبتدي تتجاوب مع خلفيته، هو خلفيته ايه، هو امكانياته ايه، هو ممكن يكون دراسته شكلها ايه، ممكن تلاقي حاجة مشتركة بينك وبينه. وده يجيبنا بقى لموضوع الايس بريكنج بشكل عام. المقدمة دي اللي هي قدمت فيها نفسك، وبعدين قدمت فيها مؤهلاتك، وكلمت فيها مع الناس، دي جزء مما يسمى بالايس بريكنج. بريكنج ذا ايس في اي كوميونيكيشن مهم جدا، لان انت الناس اللي قدامك زي ما قلنا من شويه في الاصل مختلفين عنك، بس في جوانب اخرى. كل واحد من اللي جاي قدامك ده عنده اللي شغله، عنده اللي في باله، عنده مشاكله اللي جاي منها، عنده المواصلات برضو زي ما انت كنت تعبان في المواصلات هم جايين تعبانين من المواصلات، عندهم افكار تانية بيفكروا فيها، عندهم حاجات تانية شغلة بالهم. فانت اللي بتعمله ان انت تبتدي تخرج الناس من اللي هم جايين بيه، وتخليهم حاضرين ذهنيا زي ما هم حاضرين جسديا جوه مكان المحاضر اللي انت بتتكلم فيه. لما يبتدوا يبقوا حاضرين ذهنيا هيبقوا اكثر قدره على استيعاب الكلام انت بتقوله، وهو ده الهدف بتاعنا في الاخر، ان انت الناس تسمع لك والناس تنتبه لك والناس توصل لها الرساله اللي انت عايز توصلها، اللي هي رساله مهمه جدا، على الاقل لازم انت تكون مقتنع ان هي رساله مهمه جدا وعايز توصلها لهم. فلازم عشان كده تعمل الايس بريكنج ده. من ضمن الحاجات برضو اللي بقى بتعمل ايس بريكنج، يمكن ذكرنا منها واحد من شويه صغيرين، وهي ان احنا لنا خلفيه مشتركه، ساكنين في نفس المكان، بنشتغل في نفس الشركة، أو متخرجين من نفس الكلية، أو دي اللي بنسميها الكومن فريندز. كومن فريندز مش ضروري يكون شخص ثالث صديق مشترك، وإنما كومن فريندز الحاجات اللي هي بتجمعنا أو إحنا الاثنين مشتركين فيها. في بقى غير الكومن فريندز وأقوى من الكومن فريندز الكومن أنيميز. الكومن انيميز برضو مش ضروري يكونوا بالتحديد اشخاص بنعاديهم، وانما كفايه مثلا عملت ايه في الحر النهارده، الدنيا كانت حر قوي، كويس انكم ما تاخرتوش في زحمه المرور، شفت المرور زحمه النهارده، الشارع واقفه بشكل غريب، يا عديت على اللجنه، يا اخي شفت موقفين الدنيا وفي الاخر ما فيش حاجه، انا مش فاهم. كل ده كلام بتجيب بيه سيره حاجات الناس مش مستريحة منها، الجو الحر، الجو البرد، الزحمة، دي الكومن انيميز. لما نلاقي كومن انيميز احنا بقينا بقى ناس زينا زي بعض، بقينا قريبين قوي من بعض. في خطوات ابعد من كده للتقريب، بس على الاقل تحاول تبتدي بالحاجات دي، اللي هي موضوعات في الاخر. الكومن فريندز والكومن انيميز دي موضوعات ملهاش اي علاقة مباشرة بالمحاضرة، الجو جميل دي ملهاش اي علاقه مباشره بالمحاضره، لكنها بتخلق بيننا وبين بعض صله اقوى من اللي ابتدينا بيها اول ما قابلنا بعض. نقوم لما نيجي نبتدي نتكلم، الصله دي اللي اتخلقت بيننا هتساعد على التفاعل احسن، وتساعد على التقبل بيننا يكون احسن واحسن. كده احنا اتكلمنا في ايه اللي المفروض نقوله في اول محاضرة، ونعمل ايه مع بداية المحاضرة. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم مع بعض عن ايه اللي المفروض بقى نعمله في اثناء المحاضرة بتاعتنا، في اثناء البرزنتيشن بتاعتنا، حتى في اثناء الميتينج، وان كنا احنا مش نتكلم على ميتينجز هنا، لكن في اساسيات في الكوميونيكيشن مشتركة ما بين كل ده وبين بعضه. فأرجو ان انتوا ما تكونوش زهقتوا مني لسه، وتيجوا نشوف مع بعض ان شاء الله الفيديو الجاي في هنعمل ايه في اثناء المحاضرة. اشوفكم الفيديو الجاي.